السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي رجعنا فيديو جديد، حلقة جديدة عن فورتنايت طور الزومبي. قبل ما نبلش الفيديو تضغط اللايك والاشتراك حتى نكمل الفيديو وتحمسوني بشي، يعني دايما هيك بعمل فيديوهات ما بشوف فيه ردات فعل جدا كبيرة، بس إن شاء الله هذا الفيديو راح يكون لعجبكم جدا وراح يعجبكم كثير. قبل ما نمشي تضغطوا لايك لحتى أتحمس وأعمل دايما فيديوهات ودايما أشارككم الفيديوهات. مثل ما انتم شايفين حبيت أشارككم بالإيتم شوب بشكل يومي، يعني كل ما أعمل فيديو يصير أحط لكم الإيتم شوب ببداية الفيديو. أعطونا رأيكم بهي الفكرة إذا كانت عجبتكم ولا لا. وهلا خلينا نبلش بالفيديو. بهذا الفيديو راح نحكي عن التعديل اللي نزل 2012 اللي سووا عليه تعديلات. هذا التعديل اللي صار فيه شوية شغلات جديدة نزلت على اللعبة فخلتنا انه نحكي عنها بشكل اجباري لانه تعديلات جدا مهمة ولازم احكي لكم عليها شو اللي صار حتى ما تفاجئوا انتم ضمن الجيم بلاي شو اللي عم بيصير معكم. وهلا ما بلش نحكي لكم شو هو مضمون التحديث اللي 2012-2019 نزل من كم يوم. كان تحديث جدا صغير بس ولكن فيه كتير معلومات جدا مهمة. انا بالبداية رح اقرأ لكم ايش المضمون بعدين افهمكم واشرح لكم شو التكتيك بالضمن كل جملة مكتوب اصلا فيها. كانت احد الاهداف الاساسية تغيير تكتيك اللعبة بحيث تظل انفاق المصائد مهمة، ولكن تطلب من بعض اللاعبين النشاط المشاركة للحفاظ على سلامته وفعاليته، ونحن نريد في نهاية جعل اللاعب النشط أكثر فعالية وأرضاءه من اللاعب السلبي، يعني اللي هو اللي FAK بدون يخلوا الناس تتحرك أكثر، لذا نقدم هذا الإصدار المبتكر لتغيير تكتيك اللعب، حتى تغير سياسة اللعب وتكتيك اللعب، يعني حتى تصير الناس تتفاعل أكثر، وأول شيء بلشوا بزيادة الصحة والدروع، تخدم هذا الهدف اللي هن راح يشتغلوا عليه، ولكن لا يزال أمامنا العمل الكثير، يعني سهل أن أول شيء عملوا أول تحديث عملوه إنه زادوا الدم وزادوا الدرع، بس ولكن سوف عندهم كثير تحديثات راح تجي قريبا ان شاء الله. بدايه مصائد الغاز ومصائد قذائف الارض البوكس الارضي، لاحظنا استخدام مصائد الغاز يسمح بتراكم الاصابات والوصول لمستويات من الضرر تفوق ضرر المصائد الاخرى بكثير، يعني بسبب استخدام المتكرر للمصائد ورا بعضها فكان الفائده من المصائد انه يكون لها ضرر اقوى من باقي المصائد وهيك الناس تعتمد عليها. قمنا بتغيير مصائد الغاز بحيث لا توجه قيمه كامله مضمونه من خلال الاصابه، يعني صار مثل ما يقولوا الضرر تاثير ضعف شوي ولكن توجه ضرر هائله لاي عدو محصور في نطاق المصائد. تتلقى مصائد الغاز ايضا زياده اجماليه في الضرر بنسبه 15%، يعني هلا صار يعني تقريبا بدك تقول لمده قصيره، يعني صار التقليد يعني انه صار الضرر ما عاد يطول اكثر مثل الاول. والان تقلل من سحب النحل، ولا اذا هناك بعض التحديثات التي نحتاج لاضافتها مصائد الغاز مثل مزايده فتره التاثير لا تعمل بشكل سليم، يعني في عندهم كثير اخطاء بالافخاخ عم بيقول لك انه نحن بنعرف انه انت عم تستخدموها لانه هي جدا قويه وجباره ولانه بتراكمها ورا بعضها فيكون لها جدا ايجابيه، فلذلك نحن نخفف فتره التاثير ورح يعني التاثير والضرر اللي عم بيكون عليها رح نخففه حتى يصير يعني ايجابيتها ما تكون قويه جدا، يعني انه واحد ما تلاقيه فورا عدم اعدام مباشر، يعني يكون نزول الدم للزومبي يكون مثل ما يقولوا يعني له متدرج انه ما فورا تلقيها بط. كما لا يسعدنا الحاله العامه لقذائف الارض وكيف كانت تستخدم لتوجيه ضررات قائمه على النسبه المئويه للمويه، وقد تسبب هذا في وضع القذائف الارضيه بشكل عشوائي في الاوضاع اللعب ذات المستويات العاليه مثل سقيع فورتنايت والتحمل، حيث تستخدم قذائف الارض بشكل مفرط مقارنه بالمصائد الاخرى، فكانت الناس بالمصائب باللعبه المساقيع والتحمل، المهم بس يفرشوا بوكسات ارضيه حتى يعتمدوا على التاخير للزومبي. هي الفكره الاساسيه، وما عم ينشرف الزومبي يريد ينزل عم يدمج، فلذلك هلا صار انه ما في دمج وما عم ياثر، فيعني صار انه ما عاد جدوى انك تستخدم بس بوكس ارضي، لازم تفكر بتكنيك جديد حتى تقدر تتعامل مع التحمل وجهات التحمل. بعدين انابيب البروبان، المهم ابجره، من اسمه كثير صعب بالعربي، المهم هذا ابجره، فكان في السابق كان الضرر يلحق بانفاق المصاد ينتج عن الطلق العشوائي واخطاء اللاعبين الاخرين، كان يعني اولي انه وقت واحد يكون مثلا بالانفاق تلاقي جيران مجمعات فكان واحد يخطا يضرب رصاصه تخرب الدنيا النفق كله يتدمر، فهلا ايش صار؟ قال لها صارت انه هي لم تعد المومياء المتفجره ترمي الانابيب البورني وتقوم الان بمهاجمه الانفاق بفعاليه، يعني شلون صارت الحكي هذا؟ كان اولي مجرد ما انه مات تجرب تضل موجوده، هلا صار وقت يموت ما تجرب تضل موجوده تختفي، بس ولكن ايش عم بيقول لك؟ وحيث لن تحتاج التفاعل لصدها، وايضا ستدمر المياه من تجهيزاتها، فهو ايش عم بيقول لك هون؟ انه كان اول من انت ما عاد خلص من لما صار في كثير افخاخ موجوده فجرر ما عاد فيه فما عاد في مشاكل، ولكن هذا الاشي سوى انه عندهم انه التفاعل مع الموميات صار جدا ضعيف، فعم شعب الله والان ستدمر وايضا ستدمر الموميات المفجره ذاتها عندما تصل الى ثلث دمها من الصحه اذا تعرضت لضرر المصائد، يعني الموميه مجرد هذا الدب مجرد ما انه بلش يتعرض للغاز وبلش يتدمج وصار ضمه تقريبا الثلث ولساته بالنفق فورا بيفجر حاله وبيسوي مثل ما يقول عمليه انتحاريه
وبيخرب لك الدنيا يعني. لذا فهي لا تزال تمثل تهديدا لانفاق المصاد. يعني هذا حكي انه شعب يقول لك انه انت خلاص ثاني مره بتصير معك هذا الاشي لازم انت تكون موجود بالنفق يعني وجاهز له. مجرد ما انك تشوف ابو جرى اجى وبتضربه. حتى اذا شفته امبارح انا كنت عامل بس مباشر عن 30 هجمه تبعت كانيفالي كنا عم نلعبها. طبعا انا ما اخذت الهديه لاني ما كنت مخلص لهلا ما خلص دفاعات ال10. المهم تقدر تشوفوها بالبث المباشر موجود بصفحتي على الفيسبوك بتشوفوا كنا عم نلعب فيها. كنت انا مثل ما يقولوا الانتحاري موجود بالنص دائما موجود بس اشوف ابجرة. مجرد ما اجي ابجرة فورا بضربه بس بركز ضرب كله على ابجرة والسميشرات اكثر اشي. بس التركيز الاكبر اللي انا كان على ابجرة انه حاسس انه لازم ما اخليه يطلع من النفق او ما حتى يوصل ثلث الدم حتى اقتله مباشر. وبشكل عام اردنا ان تمتلك المومياء ادوات اضافيه فعاله ضد الانفاق. يعني مثل انه ما عاد انه خلص الانفاق بس نحطت له النفق بدهم ينعدموا، لا صار في شيء كمان يعني مثل التغيرات على المومياء. هلا في عندك صار في شيء اسمه التغيرات المومياء المفجره والمومياء المحطمه والمومياء المعالجه. في ثلاث مومياءات هلا موجودات. المومياء المحطمه اذا انتبهتوا هلا صار في شيء موجود جدا مهم. كان اولي مجرد ما انك منيت او حطيت درع فالقصف ما عاد يصير عليك، يصير قصف على الاجهزه. هلا صار رجع القصف صار جدا قوي، حتى لو كنت باني بضلوا يضربوا حتى يكسروا الابنيه ويدخلوا المومياء حتى يدمجوا الاجهزه. او في عندك هاي المومياء العجوز اللي بسموها مش بسموها، المهم هاي العجوز اللي صارت انه تهيل كمان الزومبي الباقيين في حال انه اندمجوا. بعدين نحكي لكم عن المومياء المحطمه والمزيد من التحطيم. اسمها يطبق حقيقتها. كان الهدف من المومياء المحطمه دائما تحطيم الهياكل قبل التغيير، وكان لديها المومياء المحطمه خطا منذ فتره طويله يسهل استغلالها. طبعا انا بحكي لك انه في عندك كان بالمومياء المحطمه كان فيها خطا بالذكاء الصناعي تبعها الذي منعها من التعرف على بعض الهياكل المعدله كأهداف صالحة، وقد أدى تصحيح هذا الخطأ. يعني هو قصده أنه كان أولي وقت كان يشوف أنه في بناء فهو كان أنه لازم يبعد عنه حتى يقدر يزد، فكان في عنده خطأ فلذلك صار تلاقيه يقصف خلاص وبس صار على المسافة المطلوبة ضل يقصف بغض النظر في بناء ما في بناء يضل يقصف. فهذا الاشي جدا مهم يعني عملوه بالتهديد الذكاء الصناعي بسبب الابنية. وفي كمان شغلة تانية اللي بحكي لكم عنها بعدين. وقد ادى تصحيح هذا الخطأ بجانب التغيرات اللاحقة على القذائف الارضية بشكل جوهري مع تطور المومياء في صقيع فورتنايت والتحمل، فقد ادى الى ترك اللاعبين بدون طريقة صالحة لصد المومياء والمحطمة في المستويات العالية. طبعا هذا التعديل اللي هن عملوه وتصوه هذا الاشي فصار عندك مشكلة كمان بالموجات الصقيع العالية والتحمل. اللاعبين ما عاد لاقوا طريقة انهم يسدوا هاي القصف. فعليا انا وقت لعبت ال 30 ال 20 وقف تبعيت الصقيع فعليا انا كنت بلعب على باور يمكن 88 وكان يعني بيجوا بشكل جدا رهيب يعني قويين جدا. فهلق انه صار في مثل ما يقول صار في خلل بالموضوع هذا. فهيقولك شعب لك اصدرنا اصلاحا سريعا لتقليل مستويات تطور المومياء في التحمل. فهنا ايش ردوا على الموضوع هذا لانه مو صار في مشكله بالقصف والبوكس الارضي مع الدفع عالية، فحلوا المشكله عن طريق انه ضعفوا الزومبي وضعفوا الهجمات كلياتها. اقول لك في التحمل وصغير فورتنايت والجزء الاعلى في القمم المتوائم يعني بهدول سوينا اصلاح سريع فيودي هذا لجعل المومياء المحطمه والمومياء المفجره اكثر قدره على التعامل معها. يعني صار اسهل انك تقتلهم، يعني صار ما عاد يحتاجوا صعب يعني ما تحتاج صعوبه اكثر لانك تقتلهم. وبخلاف تعديلات على تطور المومياء سنرجع بعض الاسلحه والمصائد ذات الفعاليه المتدنيه لنعرف العناصر التي يمكننا تعديلها. يعني لسه بده يشتغلوا كمان جماعه وعم بيحاولوا انه يضروا يحدثوا. فأهم شغلة موجودة لأن هي لازم نحن دائما ننتبه عليها وخصوصا نحن متابعين فورتنايت طول الزومبي لأنه مأجور فما هو مثل باتل رويال كل الناس تلعبه. ففي مشكلة جدا شغلة جدا مهمة أنا انتبهت عليها أمس وقت نزلت مشكلة الفي بوكس. فمجرد ما أنا علقت اللعبة فورا بعد ربع ساعة فورا ردوا. فالتعليق على الشركة يعني أنك تحكي معهم تشارك بالمشاكل حتى لو أنه أنتم ما قدرتوا توصلوا وما بتعرفوا شلون توصلوا توصلوا الأفكار تبعاتكم ممكن تكتبوا لي تحت بالتعليقات. أنا مجرد ما أنا أشوف أي شيء مشكلة فعلا مثل ما أنتم عم تحكوا عليها موجودة مشكلة باللعبة ممكن اخذها فورا مباشر اشاركها للعبه او ابعث لهم فيديو او ابعث لهم فكره. انا ابعث لهم كذا مره انه في مشكله هي في المشكله هي في المشكله هي صلحوها. ففي طبعا في مشاكل بسيطه ما تحتاج لتعديل فبيتركوها للتحديثات، وفي مشاكل فورا بينزلوا عنها تبليغات انه في عندنا مشكله بهذا الشيء. فيعني اذا انتم شفتوا مشكله موجوده بالبناء جزء انا ما ببين علي جزء انتم تبين عليكم انكم جزء انتم عندكم طرق مختلفه كل واحد عنده شيء ممكن انكم تكتبوا تروحوا على شركه فورتنايت على موقع على تويتر تعلقوا لها او ممكن تكتبوا لي تحت بالتعليقات وانا باخذ الافكار هي كلها بشوفها كمان عندي. يعني الفكره انه دائما لازم نحن نعطي الخبر للشركه حتى يتم الاصلاحات حتى يخدمونا يعني لان هي بالنهايه الشركه بدها مصلحتنا حتى نحن نلعب ونحن بدنا اياهم حتى يخدمونا حتى نعطيهم مصاري. يعني مثل ما يقولوا المصلحه متبادله ما بيننا وبين الشركه. وبس يكون هون خلص الفيديو.
طبعا خلص فيديو شرح عن طور الزومبي. مشاهدة ممتعة لنهاية الجيم، لا تنسى اللايك والاشتراك. تستناك اليوم فيديو جديد وحلقة جديدة. او نسيت اهم نقطة، لا تنسى كل يوم في بث مباشر صفحتي على الفيسبوك. اذا ما جزء اليوم ما بعمل، بكرة بعمل او بعد بكرة بعمل. المهم دايما بس يكون في حدث او شغلة ما بكتب على اليوتيوب، بكتب مباشرة لغيني عملت على الفيسبوك عملت بس. ممكن انك تعمل لايك للصفحة وبس عملت بس رح يجيك شعار. وشكرا للمشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل عنده ما؟ طب دغلي فات دغلي فات مشي. طب خلينا نطلع فوق الجبل، خلينا نطلع ناخذ الجبل لك. شوف بيعطوني ماش وانا ببني. انت طلع اول واحد، استنى شوي وبعدين اعطيتك والله نص العادي. انت زفت انا اذا نكمل. طلعوا طلعوا على البرج، البرج خلينا ناخذ البنايه العاليه هي. مش بكيف يا اخي. في سمكة زين زين، هم فيهم سمكة. حسين قصي قصي قصي، هذيك سمكة قصي. اوف وين شاخ السمكة؟ خذ السمكة خذ السمكة. ماشي كده صعدنا. وين السمكة؟ شالوها. وينهم؟ شال عن صاحبنا، عن صاحبنا بيدو بيدو. هون وين راحوا هذول الناس؟ تعال تاخذ سمكة، تعال خذ سمكة انت كمان. لك حبيبي كان في ناس ولا وين راحوا؟ انت عم تسوق تحت السمكة. ايييي مين قتله؟ مين قتله؟ مين قتلته؟ والله انا دمجته، والله العظيم انا دمجته. ما شفت انا وين تلمع. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.